أمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. هذا الموضوع الذي تحدثت عنه أبو عبد العزيز للأسف هو من المواضيع الحساسة التي لها تأثير سلبي على المجتمع. ذلك لماذا؟ لأن الأسرة هي عماد المجتمع. إذا كانت الأسرة مستقرة ومتفاهمة ويعيشون في وئام وفي تفاهم وفي ثقة وفي تعاليم الدين الإسلامي ككل، الزوج يعامل زوجته كما حددت الشريعة والزوجة أيضا تعامل زوجها كما حددت الشريعة. للزوج على الزوج الزوجة عدة حقوق، وللزوجة على زوجها أيضا مجموعة من الحقوق، فلا يظلم الزوج زوجته ولا تظلم الزوجة زوجها. ومتى ما انتشر الظلم بين الزوجين بدأت العلاقات تسوء وبدأت المشاكل تنتشر، لا سيما إذا كان هناك أولاد موجودين سواء بنين أو بنات، فإنهم سيتأثرون في هذا الموضوع وستنقلب حياتهم بما يسمى إلى جحيم، بدلا من أن يعيشون في وئام مع والديهم وكذا وكذا. أنت أيها الزوج يجب عليك أن تعامل زوجتك كما قلت بما أمرك الله به سبحانه وتعالى وبما أمرك به رسوله صلى الله عليه وسلم، حيث قال خيركم لأهله. والمعاملة يجب أن تكون بالحسنى، وإذا رأى الزوج من زوجته بعض الأخطاء أو بعض الأغلاط فليكون هنا حلها بالتفاهم البسيط والهدوء، لأن التفاهم والعند وما شابه ذلك يولد حاجات كثيرة. إذا نظرنا إذا قبل الزواج نشاهد الزوج جاء إلى أهل الزوجة ووسط يمكن أو تردد عليهم أو طلب أو كذا وكذا، ثم للأسف بعد فترة نجد هذا الزوج ينقلب إلى معاملة التي كانت سابقة معاملة طيبة إلى معاملة سيئة، والزوجة كذلك. قد يعيشون في هذا المكان البيت الذي صار فيه مشاكل وصار فيه ظلم وصار فيه تعدي على حقوق الآخر، الزوجة تعدى على حقوق زوجته والزوجة تعدى على حقوق زوجها، هنا سنولد أو سنوجد بيئة فاسدة، بيئة ذات مشاكل، وسننتج إذا عندنا أولاد سواء بنين أو بنات للمجتمع أولاد فاسدين ما غير متربين. ولذلك المجتمع منين يتكون؟ المجتمع يتكون من البيوت المختلفة، ويطلع منها مجموعة من الأطفال سواء بنين أو بنات. ولذا يجب على الزوجين حل تلك المشاكل وعدم التعدي على حق من حقوقهما، وكما أن الزوجة عليها بعض الأمور الأخرى التي يجب أن تنتبه لها في حتى لا يحصل الظلم وحتى لا يحصل العداء وحتى لا يحصل بأن كما تحدثنا سابقا بأن تنتخب الأوقات المناسبة للتفاهم مع زوجها فيما إذا كانت تحتاج إلى شيء أو كذا وكذا، والزوج يحتاج إلى كذا. أما موضوع الشك فهذا أمر خطير، الشك كون الزوجة تشك بزوجها وتتابعه ودائما ترى أنه يعني ذا أخطاء وذا مشاكل مع الناس أو ذا علاقات مع الناس الآخرين، هذه طامة كبرى. وكذلك الزوج لا يمكن أن يعيش الزوجين طالما أن بينهما شك أبدا. ولذا يجب أن يكون يجب أن تكون العلاقة بينهما مبنية على الاحترام والتفاهم وحسن الظن، كل واحد يظن بالله خيرا، لأن حسن الظن من الأشياء الطيبة التي تساعد على إقامة العلاقات الجميلة بين الزوجين. كما قلت يا أبو عبد العزيز هذا الموضوع يحتاج إلى حلقة كاملة أو إلى حلقتين حتى نعطيه حقه. هذه مجرد موضوع عابر عاجل عن الحديث عن الظلم بين الزوجين وكذلك سوء الشك بينهما. دعاؤنا
أن تكون بيوتنا وبيوت المسلمين عامة تعيش في أمن ووئام وتفاهم ومحبة وعدم شك وعدم ظلم، حتى تستقر الأسرة كاملة، وحتى نخرج إلى مجتمعنا سواء السعودي أو الإسلامي عامة أناس مطمئنين يخدمون دينهم ووطنهم. والسلام عليكم.